بحضور عدد كبير من المزارعين المستفيدين من مبادرة ازرع. هذه المبادرة التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية عضو التحالف إفطاراً جماعياً حضره مئات من الفلاحين في محافظة القليوبية. يوم عظيم في شهر عظيم في وطن عظيم، اليوم في رحاب محافظة القليوبية وفي رحاب الوطن المصري العظيم، مبادرة ازرع. هذه المبادرة التنموية التي تستهدف محصولا استراتيجيا ألا وهو القمح، هذا المشروع القومي الذي تبناه تحالف الوطني. هذه المبادرة الرائعة التي دعاها السيد رئيس الجمهورية وتبناها وتلقفتها الهيئات التي تعمل في مجال التنمية بكل نجاح، وهذا هو الدليل. هذا اليوم العظيم يوم رائع، احتفالية، عرس كبير، الهيئة القبطية الإنجيلية تؤكد وتثبت للجميع أن مصر بالفعل ستنجو بالحب، وأن الوطن لله وأن الدين لله والوطن للجميع. هو طبعا الفطار دوت بيشير إلى أن احنا كلنا رجل واحد، وإننا كلنا هدفنا هو بناء مصر وبناء العملية الزراعية في مصر والقيام بأفضل ما يقدمه المواطن المصري بعضنا البعض. يجب علينا جميعا أن احنا نكون يد واحدة في كل شيء، وإن دل هذا التجمع أو هذا الصحبة الجميلة يدل على إيه؟ على أن مصر هتفضل طول عمرها يد واحدة وإيد واحدة، وفي سبيل الرقي والتقدم بالعملية أو بمبادرة ازرع اللي بتوفرها لنا الدولة إن شاء الله. احنا بنشكر التحالف الوطني أن عمل هذه المبادرة وعمل أنك أنت تزرع 1.5 مليون فدان قمح وفول صويا، عشان ما نحتاجش دايما نبقى محتاجين لبرة، عندنا اكتفاء ذاتي من عندنا احنا، ده شرف لمصر انها تعمل اكتفاء ذاتي لاولادها. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي يعمل بصورة اساسية لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الاعباء عن المواطنين والفئات الاولى بالرعاية، وضمان ان تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق. من دعم الفلاح المصري، بندعم الاقتصاد الوطني، بندعم الزراعة الوطنية، دي كلها نجاحات كبيرة. التحالف الوطني لم ينتهي عند هذا الحد، ولكن في كام مبادرات، في مبادرات خاصة بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهيه الصغر، 149,000 مشروع صغير، دعم أكثر من 6 مليون كرتونة توزعوا في شهر رمضان في مبادرة كتف بكتف، أيضا في دعم العلاج أكثر من 5 مليون مواطن تم علاجهم على نفق التحالف. التحالف أنفق 14 مليار جنيه في خلال عام، يعني دعم الأسر الأكثر احتياجا. وطبعا التحالف فعلا مبارك من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدعوم، والتحالف خطته مستمرة انه هيزرع 500,000 فدان هذا العام، انه هيدعم مشروعات صغيرة اكثر، ان التحالف ايضا ضم 600,000 أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بدعم وصل ل 3.5 مليار جنيه التحالف انفقهم من اموال الجمعيات لصالح الأسر الأكثر احتياجا في مبادرة التكافل وكرامة. كل دي إنجازات تحققت، وهو ده التكافل المجتمعي، وهذه الحماية الاجتماعية اللي المجتمع المصري والمجتمع المدني حريص جدا أنه يشارك جنبا إلى جنب مع المصريين جميعا. النهاردة الحقيقة هو يوم مهم جدا بالنسبة لنا كهيئة قبطية إنجيلية للخدمات الاجتماعية، هي عضو في التحالف الوطني منذ إنشائه في مارس 2022، والنهاردة هو احتفال مهم جدا لأنه بنحتفل بإفطار رمضاني ما بين الهيئة القبطية الإنجيلية ما بين باقي أعضاء التحالف مع المزارعين مبادرة إزرع، ونهاردة في القليوبية، لكن إن شاء الله مكملين في باقي الأيام في باقي محافظات عمل المبادرة. النهاردة بنقول إن إحنا كلنا كنسيج واحد، كلنا مجتمعين حول مائدة الإفطار في أيام مباركة، في أيام بتجمعنا للخير. وزي ما قلت المزارعين هما أهل خير وإحنا في أيام خير، هدفنا الأساسي هو المساهمة الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي، وده مش هيتحقق إلا بوجود مزارعين أقوياء زي اللي مشاركين دلوقتي معانا في مبادرة إزرع. يذكر أن مبادرة إزرع أطلقت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تستهدف في المقام الأول تحسين دخل 100,000 من صغار المزارعين وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية
وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة.